نعم، أتواجد الآن بجوار مسجد الصفا بمحافظة بلجرشي. هذا المسجد الذي يعد من أقدم المساجد التاريخية على مستوى منطقة الباحة. سوف نتحدث عن تاريخ وتفاصيل هذا المسجد مع ضيفي وضيفكم الأستاذ خالد الفقيه، الباحث التاريخي في منطقة الباحة. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد على برنامج اليوم على شاشة القناة الإخبارية. أستاذ خالد، بداية حدثنا عن تاريخ هذا المسجد. مسجد الصفا أولا ينسب إلى هذه الصخرة التي تكون في الخلف، الصفا، وهو الحجر الضخم. هذا المسجد اختلف في تاريخ بنائه على عدة أقوال، منها أنه بني عام 46 هجري في عهد الصحابة رضي الله عنهم، واستدل من قال بهذا القول أنهم وجدوا في النقش الخشبي الذي كان في المسجد قديما 46 هجري. وأيضا غيرهم قال إن هذا يعني المسجد الآن بني بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا المسجد استخدمت فيه الحجارة بالبناء الحديث، بعد أن استخدمت أدوات تكسير الحجارة أيضا استخدمت بعض الأدوات الحديثة كالعتل أيضا التي يقسم بها الصخر، وهناك أقوال أخرى. لكن هذا المسجد بصفة عامة من المساجد القديمة جدا في محافظة بلجرشي، ويعني اعتني به مؤخرا من وزارة السياحة والأثار ومن يعني عدد من المهتمين. يعني لا يقل عمر هذا المسجد تقريبا بناءه الحديث عن 300 إلى 400 سنة، أما تاريخه الحقيقي فقد يكون من عام 46 هجري أو بعد ذلك، لكن لم نصل إلى الآن إلى شيء نتوثق منه لتحقيق هذا التاريخ. جميل أستاذ خالد، نتحدث عن قبلة المسجد. طبعا في السنوات الماضية لم يكن هناك بوصلة، لم يكن هناك أجهزة حديثة تحدد قبلة المساجد. ما هو كيف تم الاعتماد على توجيه القبلة هذه؟ على ماذا اعتمدتوا يعني؟ أهل المنطقة يقعون في الجزء الجنوبي الغربي من يعني الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية الآن. يعتمدون في ذلك على الشمال الغربي، وهذه هي قبلة المنطقة. طبعا إذا كان اتجاه الشمس إلى الغروب يضعون يعني الشمس في قرنة الرأس، ويكون هذا هو الاتجاه المطابق للقبلة باتجاه مكة. ولو طبقناها الآن يعني في أي منطقة يكون الإنسان خارج النطاق العمراني يكون فعلا هذا هو الاتجاه الصحيح، يعني وضع الشمس في القرنة اليسرى للشخص عند غروبها، وهذا هو تحديد القبلة الصحيحة. وبعد ما ظهرت يعني الوسائل الحديثة مثل جوجل وغيرها، يعني أكثر المساجد التي في المنطقة فعلا كان هذا له اتجاه الصحيح وهي على القبلة الصحيحة، هذا الاستخدام. جميل أستاذ خالد، طبعا نبغى نتحدث عن بناء هذا المسجد، ما هي الأدوات التي استخدمت في بناء هذا المسجد؟ طبعا المسجد كغيره من المباني الموجودة في المنطقة يستخدم فيها الحجارة، يستخدم فيها الأخشاب، يعني بطريقة فنية. طبعا الحجارة تستخدم تقص يعني بطرق محددة، منها أولا يبدأون بحفر حفرة داخل الأرض ويوضع فيها حجارة كبيرة تسمى الربض، هذه حتى تعزز يعني للبناء، ثم يبدأون الصف أعلى منها حتى يصلون إلى مستوى محدد. بعدما يصلون إلى هذا المستوى يأتون بالمرزح، يكون في وسط المسجد أو وسط البناء، ويضعون عليه شيء يسمى الجوز، يعني من طرف البناء إلى الطرف، والمرزح يكون في الوسط. إذا ثبتت هذه يأتون أيضا بأخشاب أخرى، طبعا هذا المرزح يستخدم غالبا من شجر السدر وشجر الإبراي وشجر الرقع، لأن هذا الشجر يكون متين جدا. الصف الثاني يكون بالعكس، يعني مثل هذا يكون بالاتجاه وهذا يكون بالاتجاه المعاكس حتى تتحمل عليه يعني الأخشاب، يضعونه ثم يضعون فوق ذلك ما يسمونه بالمض، نعم، يعني أخشاب أخرى صغيرة، وبعد ذلك يحشونها بالعرفج أو ببعض النباتات مثل الجفنة اللي نسميها العرعر، ويضعونها، ثم بعد ذلك يضعون الطين والتراب ويقفلون أسقف المباني. هذا المسجد يعني استخدمت فيه نفس الطريقة التي تستخدم في المباني، وهذه هي عادة أهل المنطقة في بنائهم. أستاذ خالد، أشاهد في يدك كتاب، حدثنا عن محتوى هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب من الكتب المهمة التي أنصح بها كل باحث يريد التعرف على مباني منطقة الباحة، كنوز غامد وزهران العمرانية للمهندس سعيد بن إبراهيم الحسيل.
كان رئيس بلدية بلجرشي قبل يعني الرئيسين السابقين، وضع في هذا الكتاب كل ما يحتاجه من يريد التعرف على يعني التراث العمراني للمنطقة، طريقة البناء، الأدوات المستخدمة، أيضا تعرض للجانب في السراه وفي تهامة، يعني حقيقة أنه أجاد وأفاد في كل يعني ما ذكره في هذا الكتاب. فمن أراد التعرف على ذلك فأنصحه بهذا الكتاب، يعني يطلع عليه وسيتعرف على جميع ما يريد. الأستاذ خالد الفقيه، شكرا جزيلا لك. الله يعطيك الصحة والعافية، وشاكرين لكم هذا يعني الاستضافة، حفظك الله.